موجز الأخبار من ليبيا الحدث، حياكم الله مشاهدينا. اجتمع عامر إدارة التوجيه المعنوي فرع الجفرة مع عدد من ضباط ومنتسبي الإدارة العامة لمناقشة سير خطة العمل بإدارة التوجيه المعنوي الجفرة. وناقش مدير الإدارة مع الحضور الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وسبل تذييرها ووضع حلول جذرية لها. كما شدد آمر التوجيه المعنوي على ضرورة الضبط والربط والرفع من كفاءة منتسبي الإدارة بما يضمن أداء المهام بكل دقة واحترافية. دعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ تركيا إلى احترام القوانين الدولية فيما يتعلق بتواجدها في ليبيا على حد قوله. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال لقاء تلفزيوني حيث تطرق إلى أهمية الحلول السياسية في ليبيا والانتهاكات التركية في البلاد. وأكد ويربيرغ أن الخارجية الأمريكية لا ترحب بوجود أي قوة أجنبية في البلاد، داعيا كافة الأطراف إلى ضرورة التنسيق والدخول في مفاوضات فيما يتعلق بقضايا شرق المتوسط تجنبا للصدام العسكري. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة إن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لن يكون فارغا بعد هذا الشهر. جاء ذلك ردا على أحد الصحفيين حول انتهاء ولاية ستيفان ويليامز بهذا الشهر، وما إذا كانت فترة ولايتها سيتم تمديدها أم أن الأمين العام سيعين شخصا ما لهذا المنصب في ليبيا. وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أكدت أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخل ليبيا من أجل صياغة للمستقبل السياسي، موضحة بأن ليبيا غارقة في الأزمات وليست في حاجة لوجود مرتزقة أجانب على أراضيها على حد تعبيرها. قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنه من الضروري أن يحافظ وفد البرلمان الذاهب إلى المغرب على ثوابته. أوضح الميهوب في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك أن هذه الثوابت تمثل أو تتمثل في حل الميليشيات وسحب سلاحها وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة، مشيرا إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذه الثوابت فإنه لن يكون اللقاءات أو لن تكون اللقاءات سوى بمثابة الذهاب والعودة دون أي نتائج. قال السياسي وعميد بلدية طبرق السابق فرج ياسين المبري إن الحوار المزمع عقده في الفترة القادمة سيكون بمثابة اتفاق الصخرة الثاني، ووصفه بأكبر جريمة ترتكب في حق ليبيا وشعبها. وأضاف المبري أن البلاد لا زالت تعاني من اتفاق الصخرة المشؤوم، وأن من يريد توريط الشعب مرة أخرى لم يأخذ عبرا من التجارب السابقة التي جعلت من تنظيم الإخوان الإرهابي ندا للشعب الليبي وطرفا رئيسيا رغم تصنيفهم من البرلمان المنتخب كجماعة إرهابية. ختام الموجز مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، كما يمكنكم تحميل تطبيق القناة على أجهزتكم المحمولة، كما بإمكانكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث. .net. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.